خالص. ما فيهاش خالص. ديانج كان من اعمده وركائز نص الملعب في الوقت ده، كان نص الفريق تقريبا يعني. لما المسحه جابت انه ديانج مش موجود وانت لاعب نص ملعب، انت المهندس بتاع الحدوته دي يعني، واسم شهرتك المهندس، كان قلت عليك المهندس كذا مره في التعليق بس بطلت اعلق للاسف الشديد يعني. اتعاملتوا ازاي كمجموعه وانت كعمرو السوليه ازاي؟ لا يعني كان في حمدي فتحي طبعا حاجه مفتخره، يعني المباراه دي يعني صنف فاخر حمدي فتحي. المباراه دي يعني ظهرت حمدي فتحي قوي طبعا يعني، هو كان شايل تقريبا كن يعني نص الملعب لوحده صحيح. المباراه دي يعني، هو واحد ما كانش بيلعب بصفه اساسيه لقى نفسه في اهم مباراه لانه في كان الموسم. محضر نفسه دايما، وعلى طول محضر نفسه وعلى طول بيتمرن وعلى طول جاهز. نعم. فيعني وانا يعني انا من اكتر اللعيبه اللي بثق فيها حمدي فتحي. يعني تحبه جنبك في الملعب. بحبه جنبي، بحسه شبهي يعني، خلاص ان احنا هنضغط فهنضغط يعني. قلبه موجود، روحه موجوده. فيعني انا كان عندي ثقه كبيره فيه ان هو هيعمل ماتش كبير وان هو فعلا هيعوض غياب ديانج. والحمد لله يعني عمل اداء اكثر من رائع المباراه دي، والحمد لله ربنا كرمنا.